اهلا وسهلا اعزائي مشاهدي ومتابعي برنامج النيل اليوم في كل مكان. حلقتنا النهارده عن الشباب، برنامجنا من الشباب والى الشباب. وقبل ما ابدا حلقتنا النهارده احب ارحب بزمايلي. اهلا بيك يا عبد الرحمن. اهلا بيك يا اهلا محمود. بيك يا عمر. اهلا بيك يا محمود. زي ما حضراتكم سمعتوا ان برنامجنا النهارده عن الشباب. الشباب دايما بيكون عندهم طاقه محتاجين ان هم يفرغوها، وده دايما بيكون دور الاهل ان هم يحاولوا يوظفوا الطاقه دي في الطريق الصح اللي يفيدهم ويفيد مستقبلهم ويفيد مجتمعهم. الأهل دايما في حاجة كده غريبة بتحصل اليومين دول ما بينهم وما بين ولادهم، إن بقى في تباعد ما بينهم الاتنين، بقى كل واحد في جنب لوحده، ما عادوش بيتكلموا كتير مع بعض، ما عادش في طريقة تواصل ما بينهم. أنا بشبهها كده زي واحد نزيل في فندق، الحاجة الوحيدة اللي بتربطه ما بينه وما بين النزلة التانيين إن هم بيناموا في غرف بالليل جنب بعض، وأحيانا بياكلوا مع بعض. الكلام دوت مظبوط وانا متفق معاه بنسبه 100%، لكن برضو حابين ننوه ان الاهل هم الاساس في كل حاجه، هم اللي يعرفوا اللي هو يربوا ولادهم بالطريقه الصح. علشان خاطر كده الاهل هم الاساس في كل حاجه. بالظبط. لازم ان احنا نعلم الشباب ازاي ان هم يتعاملوا مع اهلهم، بس الكلام ده عشان يحصل اصلا لازم يربوا الطفل الاول يتربى بالطريقه الصحيحه، لان التربيه اصلا هي السلوكيات اللي احنا بنمشي عليها. بالظبط. علشان التربيه مثلا يعتبر نعرف ايه؟ اسلوب الحياه. نتخذ مثلا قرارات مهمه في حياتنا، نعرف ان احنا نتعامل مع الناس بشكل عام، ما نقعش في الغلطات، بس حتى لو غلطنا مش مشكله لان احنا اصلا بنتعلم من طريقه غلطنا. ايوه طبعا، دي دور الاهل في الاول ان هم يعلموا اولادهم ازاي يتعاملوا مع الحاجات دي، ازاي يغلط مره واتنين ويتعلم من غلطه ويحاول يصلح. وده برضو بيكون ليه حاجة تانية، جانب تاني، ان هو لازم يكون برضو قريب من ابنه، يعني ان هو يكون مصاحبه قوي، يكون دايما ابنه بيحكي له عن كل حاجة بتحصل معاه كده. حتى الابن يحس براحة نفسية وهو بيتكلم معاه. والتربية يعتبر اصلا اصل الحياة، نظرا لانها بتتضمن القيم والمبادئ والاخلاق وحسن المعاملة والدين، هي فدايما مش بس هي بتبقى تربية الاساس في كل شيء. بالظبط، هي مش بس القيم والاخلاق والدين، هي كل حاجه. بس برضو التربيه ما بتجيش لوحدها، يعني بيجي برضو معاها التعليم. ايوه طبعا. علشان خاطر كده التعليم برضو بيكون ليه انواع كتير. في عندك مثلا التعليم الاكاديمي. بالظبط. اللي احنا بناخده في المدرسه، المدرسه برضو ليها دور هنتكلم عليه كمان شويه، لان هي اول حاجه الطفل بيصطدم بيها اصلا هي الايه؟ الاهل. بالظبط. بعد كده يخش بقى في مرحله المدرسه. هو من البدايه اصلا الطفل بيتعلم، يعني من البدايه في تعليم. بالظبط. لازم من اول ما هو بيتولد، حتى في الاول بيكون في اللي هو اللغه، يعني مثلا لو هو مثلا انجليزي فهو بيتعلم بالطبع يعني انجليزي لوحده، لان هو بيختلط بالناس اللي حواليه بيتكلموا كده اصلا. فهو زي مثلا عربي، واحد عربي طلع بيتكلم عربي، فهو بدايه هي اللي بتديله كل حاجه. يعني انت لما تعلم الطفل حاجه في البدايه بتفضل معاه دايما. هي ممكن تتغير بعد كده، ولازم الشخص يكون مرن علشان يقدر يتواكب مع العصر وكده، بس الحاجه الاولى بتبقى ثابته معايا دايما. يعني بالظبط، علشان خاطر كده عمليه التغيير اصلا هي عمليه بتكون صعبه مش سهله. ممكن الواحد يتغير لما يجي يكبر. مثلا هصلي، الاب والام علموا الطفل اللي هو يصلي، لكن لما يجي يكبر هيفضل كده. ممكن طبعا مثلا حاجات تتاثر دي فيه. بترجع لان الطفل من هو صغير مدى استجابته للمعلومه بتبقى سريعه وهو شاب، بتبقى اسرع. ايوه طبعا. طبعا لما هو بيبقى شاب خلاص يبقى هو سيستم نفسه على الكلام ده خلاص، فمش هيستوعب معلومات زي اللي استوعبها من هو طفل. ايوه، اللي هو التعليم في الصغر كان نقش على بالظبط الحجر، يا محمود. ان هو انت لما مثلا بتعمل حاجه على الحجر فهي بتعلم معاه طول عمره، لكن بالظبط. لما تعمل حاجه على ميه فاللي هي مفيش. بالطبع مفيش. هو يعني ممكن ان هو يتعلم بعد كده حاجات جديده، ممكن يغير من سلوكياته وكلام من ده، ممكن يتعلم حاجات اصلا غلط وهو صغير وبعد كده يغير يحاول يتعلم حاجات صح، يلاقي ان بالظبط. هو اللي اتعلمه ده كان غير اللي هو شايفه في بس الحقيقه. دايما الاهل ما يحاولوش ان من هو صغير الطفل يكون متعود على حاجات غلط، ايوه طبعا. ما نقولش لما يكبر هيعقل مثلا ايوه في او حاجات. هيتعلم حاجات او يتعلم الصح بعد كده. ايوه هو ما التعليم نستناش من لما هو يكبر، صغير. انا ما اضمنش ان هو ممكن يكبر بكره ايوه هو وما فيش بص، حاجه. في حاجه كمان اللي هو بيتركوا الابن كده دايما، اللي هو مفيش مسؤوليه، يعني اللي هو مدلعينه بمعنى اصح، اللي بالظبط. هو عشان هو صغير مثلا او عشان هو ابننا الوحيد فاحنا بنسيب له كل حاجه، اللي هو يعني دايما انا ليا بيبقى خلاص تعقيب على النقطه دي مديله علشان هي الحريه طبعا، مهمه جدا. فهو بيبقى بياخد فكره رفاهيته حتى سواء بالظبط. في الصح او في الغلط، فهو بيبقى سايبينه. ايوه فما بالظبط. ينفعش اصلا، لازم تديله الحريه. اي نعم، بس خليك في الوسط. هي فكره الدلع عامه ان ابوه او امه يقولوا له احنا خلاص هندلع الولد دوت علشان خاطر لما يجي يكبر
انت كده مش بتخاف عليه اصلا، انت كده مديله كل حاجه بتدمره، فانت اصلا بتدمره نفسيا عاطفيا كل حاجه. هو اتعود زي ما قلت في الاول يا محمود، اللي احنا ايه، العقل بيتعود على الحاجات بسرعه. بالظبط. فانا خلاص اتعودت ان انا هطلب من بابا فلوس كذا كل مره، وهو كل شويه بيديني، يبقى كده خلاص انا كده ايوه هتعود اعتمد على على الكلام بابا، دوت. اعتمد على بابا دايما ان هو بيديني كل دي حاجه. كارثه، وده دي طبعا كارثه. نتيجه لعدم وعي الاب، لان الطفل لما بيبقى شاب هيبقى مش متحمل المسؤوليه تماما، ومش عارف يتصرف مع مفيش ضغوطات مسؤولية. الحياه، بالظبط. فمش عارف يواجه اي حاجه من ضغوطات الحياه اللي جايه خالص. وطبعا ده برضو بيدينا معلومه ان لازم الاب يكون قريب من ابنه جدا، لازم بالظبط، يكون هو اقرب حد ليه، اللي هو يصاحبه. لازم يكون مصاحبه، ولازم يكون هو القدوه بتاعته، ما يخليش حد تاني القدوه ما بتاعته. يخافش لما يجي يحكي لابوه ايوه مثلا على حاجة. دايما بيحصل ان الابن لما بيجي يحكي لباباه اي حاجه بيحصل ايه، اللي هو بيحاول يعمل جدال، يفتح طريقه جدال، اللي هو انت ليه عملت كده، ما بيحاولش يبص بيتعصب لحاجه عليه طبعا، تانية. فبالتالي الطفل لما يحصل مشكلة تانية فميجي مش هي... طبعا لعلمك مش ممكن يكون هيقولها لابوه. خايف عليه اصلا، يعني ممكن يكون هو خايف عليه علشان خاطر كده ايوه من كتر بيقوله خوفه الكلام ده. اللي هو ممكن اللي هو من كتر خوفه بيضغط عليه دي جامد، اسمها اللي هو انت القسوة، ليه دي بتعمل اسمها كده، القسوة. بالظبط. مع ان هو ممكن يديله النصيحه ان هو يتخطى الحاجه دي ازاي، عشان بعد كده هيعرف ان هو يعمل الحاجه دي. انا رايي بقى حاجه، لو كان الغلط ممكن ما يقعش فيه بشكل كامل، ممكن يسيبه اللي هو يغلط، ده رايي الشخصي، يتعلم من غلطه، بس المهم ان ما يكونش ايه، حاجه كبيره تضر مستقبله. تمام. علشان خاطر كده بعد ما اتكلمنا عن التربيه واتكلمنا عن التعليم، عايزين نتكلم الشاب ده لما جه كبر خلص جامعه، هل من الصح ان هو ياخد كورسات ويتعلم حتى من هو في سنه اولى ايوه ايا كان طبعا الكليه اللي طبعا هو لازم، داخل ده فيها، لازم لازم علشان من يلاقي البدايه الشغل بعد يأهل كده نفسه لما يجي لسوق يكبر؟ العمل. ايوه لازم من بالظبط. البدايه ان هو يحاول يوظف نفسه صح، يحط اهداف لنفسه علشان يمشي عليها بعد كده، بالظبط. لان في دلوقتي بنشوف ان نسبه البطاله بقت عاليه جدا طبعا، يعني ان هو الشباب وهم في الدراسه بيقول ان هو انا بعد الدراسه انا كده كده هقعد في البيت، يعني مش هلاقي ده شغل في الحاجه بيسميه اللي طبعا انا بيبقى هعملها. شخص غير مؤمن بقدراته، وده يعتبر سبب من الاسباب اللي بتؤدي الى البطاله، اللي بتعد من اكبر المشاكل. ايوه لعلمك هو فكر برضو، ايوه ان هو ويترتب اما طبعا على البطاله تفاقم العديد من المشكلات. وكمان في حاجه اللي هو ان ما وثقتش انت في نفسك، يعني مين اللي هيثق فيك غير نفسك؟ بالظبط. لازم تكون محدد هدف لنفسك ايوه لازم يكون في وتبقى مؤمن هدف، بقدراتك. هدف وخطوات لازم تمشي عليها. هتقع مره هيجي ناس هتحبطك، بس انت ممكن تحول الاحباط اللي هم بيعملوه ده، لا انا هثبت لكم ان انا لازم ان انا قد الحاجه دي وان انا بالظبط. هعملها. ممكن تبقى محاسب صغير، مش لازم تبقى مهندس او دكتور، زي ما الاهل برضو بيفهمونا ان هو انت لازم دي كليه القمه فانت لازم تدخل كليه القمه. بالظبط. يعني المفروض ان هم ما يغصبوش على الطفل على الشاب حاجه زي كده، ان هم يقولوا له لا انت لازم هتدخل هندسه، لازم هتدخل طب، ده غصب عنك. هو ممكن يكون ودي عنده مشكلة دافع حاجه كبيرة جدا تانية. بالنسبة للطلاب في مرحلة ما قبل الثانوية العامة. طبعا الأهل دايما بيجوا يضغطوا على الابن، أنا عاوزك تدخل هندسة. طيب مثلا نفترض إن قدرات الشاب نفسه مش هتقدر تتوافق مع كلية الهندسة، فبالتالي أنت بتضره، فلما يدخل كلية الهندسة يقعد فيها سنة 2 3 4 5 6. ايوه ده بالظبط. هو انا عندي حاجه مش تعقيب على كويسه. النقطة دي. تمام. نقطة اللي كل شوية الأب والأم يقولوا مثلا للشباب ادخل مثلا، أو لابنهم ادخل كلية هندسة، ادخل كلية طب، أو كلية إعلام، أي كلية عامة. الإنسان بيحب الحاجة. أنا لو حد قال لي ذاكر مش هذاكر، لكن لما أكون عايز أذاكر هعمل كده. نفس الكلام في أي حاجة في الدنيا بيكون بالظبط. لها الحاجة تيجي أهداف. من نفسي. أنا عندي هدف اللي أنا أوصل لحاجة هوصل لها. بالظبط. دكتور إبراهيم الفقي، تمام، كان شغال بيغسل صحون بره في فندق، حط لنفسه هدف، قال أنا في خلال ايوه ان خمس هو سنين لازم بالظبط يوصل هبقى مدير. مدير الفندق دوت. بعد ما حط الأهداف خلاص وتعلم وكل حاجة، فعلا في خلال 5 سنين بقى هو مدير الفندق اللي كان بيغسل فيه صحون. دايما الكبار اصلا كلهم بيبتدوا من الصفر، اللي هو ما كانش معاه حاجه في الاول، وبعد كده وهو طور ده من الصح على نفسه فكرة، هو ده وحط الصح. اهداف لنفسه ووصل للحاجه اللي هو عايزها. يعني دايما انت بتقول ان هي الحاجه دي صعبه، مثلا كليه اعلام مثلا، دايما قبل ما الناس بتدخلها ناس كتير جدا بتقعد تقول دي صعبه جدا، مع حد يعني مش هتلاقي ومش شغل. هتلاقي فيها شغل، ايوه مش مش هتعرف هتلاقي وظيفه بالظبط. تشتغلها، هتقعد في البيت. لا الحاجات دي غلط، انت اصلا بتفكر تفكيرك غلط، ان هو انت في البدايه ما خدتش كورسات وانت في الكليه، ما اتدربتش كويس، ما تاهلتش لسوق العمل كويس عشان لما تتخرج ويعتبر يبقى ببقى انت. بظلم نفسي لو سمعت للناس دي. ايوه لا انت هو بنفسك بيقول لازم تأهل نفسك لسوق العمل فيما هو قادم، وتجتهد وتتعب، فبالتالي في الاخر هتلاقي، هو ربنا بالظبط عمره ما دايما هيضيع تعبك. هو غير كده كمان فكره الكورسات دي مهمه جدا وانت في سنه اولى، لان انت لو ما خدتش كده، في ناس كتير على فكره حابب اعقب على موضوع الكورسات دوت، بيعملوا ايه، يقول انا عايز اخد شهاده من غير ما يكون عنده لا مهارات ولا اي حاجه، بالظبط. وخلاص كده كورس واثنين وثلاثه وما يحضرش اصلا الكورسات دي. ايوه برضو هيروح في الاخر هيعمل ايه؟ مش هيعرف. ساعتها بقى انا مثلا لو انا مدير في شركه،
والله انت جاي لي واحد والتاني جاي لي بس ده عنده مهارة وده عنده بس مجرد شهادات، انا لازم اخد اللي عنده مهارة. اختار صاحب ايوه، الكفاءة. انت حتى لو معاك واسطة وانت معاك ومعاك شهادات برضو بس معاكش مهارة، فانا هعمل بيك ايه؟ انا عايز بالظبط، الشركة ده بتاعتي تفكير، تعلى. ده تفكير مدير ايوه انا الشركة، عايز ان الشركة انا عاوز تعلى. صاحب الكفاءة اللي هيفيدني في الشركة، ايوه مش اللي انا اجيبه اقعده وادي له مرتب اخر الشهر وخلاص. ايوه فبقى نحب نقول بقى للشباب دايما ان انت ممكن تكون اصلا في البداية مش لاقي وظيفة، بس انت ممكن انت اللي تعمل الوظيفة دي لنفسك، يعني انت اللي ممكن تحط خطوات لنفسك، وانت ممكن كمان تعمل شركة غير الشركة اللي انت بتشتغل فيها وتشغل ناس تانية كمان معاك. يعني طبعا غير ان انا اشغل ناس تانية معايا، انا ممكن ان انا اعمل حاجة جميلة. شاب لو عنده مهارة معينة، سواء مثلا مونتاج، ايديتنج على فوتوشوب، اي حاجة ممكن يعلم بيها شاب تاني، وهي ده اسمه الاعمال التطوعية، اللي احنا لازم برضو ان كل واحد يكون عنده مهارة يعلم للتاني المهارة دي، لان في الاخر احنا هدفنا واحد، ان احنا نتعلم حاجة جديدة كلنا جايين نتعلم، علشان كلنا ايه؟ جايين نكمل بعض. نطور من نفسنا، محدش فينا اعلى من حد، تمام؟ ايوه لكن طبعا فيما بيننا مسألة احترام متبادل. طبعا. ودايما بيبقى في مشكلة هنا طبعا، ان الاب مثلا نفترض ان الاب غني، فبالتالي ابنه بيطلع يقول له مثلا انت اتخرج من كلية الهندسة وانا ضامن لك الوظيفة في المكان الفلاني، ده هو طبعا ما بيهمل ينفعش. بيهمل انت كده هتاخد لا بيبدأ يهمل كورسات في ولا اي الحاجة. حاجة، انت كده خلاص ضعت. انا متعود ان انا هدخل وهبقى في حاجة كبيرة بالظبط، وهعمل تصرفات بشعة انت كده ما اصلا. حاولتش تطور من نفسك، ما عملتش لنفسك مكانة في المجتمع. طبعا طبعا انت ما حطيتش نفسك في سوق العمل، ان هو انت لازم تتأهل نفسك في الحاجة دي، مش بالظبط، هتبقى مطور من نفسك جدا. يعني هتفضل معتمد ان بابا هو اللي هيجيب لي الحاجة دي، بابا هو اللي هيعمل لي، هو اللي هيشغلني، بالظبط. هو اللي لو حصل مشكلة هو اللي هيحلها لي. طب افرض في يوم بابا ده مش موجود لا قدر الله، يعني هتعمل ايه؟ مش هتعرف تتصرف، ولا ساعتها هتقعد تعرف تشتغل تستناه. اي شغلانه، نظرا لان انت ما فكرتش تشتغل اي شغلانه او تتحمل المسؤوليه. على فكره حتى لو اشتغل اي شغلانه وتحمل المسؤوليه هيفشل فيها في الاخر. طب ليه؟ لان هو اول مره يتعرض لموقف زي ده. ايوه الواحد لما يجي بالظبط، ينزل، لو نزل مثلا القاهره اول مره، يحس في الاول لا من الدوشه، مش وده برضو متعود على نتيجه صوت لعدم الكلاكسات. وعي الاب، انه ما علموش ان هو ايوه يتحمل المسؤوليه، من البدايه لازم تعمل وازاي له لما حاجه. يقابله ظرف او ضغوطات من ضغوطات الحياه طبعا يتعامل معاها ازاي. ايوه اللي هو نرجع للبدايه تاني، اللي هو انت تعمل تقول له انت هتعمل كذا، هتبقى محترم في حاجه زي كده، كويس في حاجه زي كده، لازم ازرع هتعمل فيه المبادئ طبعا. ايوه وهجيب لك مكافاه. يعني انت تعمل فيه نظام المكافاه، اللي هو انت لما تعمل حاجه كويسه فهتلاقي انا حاجه هكافئك بعدها. بالظبط، وكل ما الحاجه دي زادت فكل ما المكافاه بتزيد، هيفضل كده طول عمره ان هو بالظبط. يحاول يطور من نفسه دايما علشان يلاقي اكتر. بس في نقطة المكافأة دي أنا عندي حاجة مهمة لازم أنوه برضو ليها. المكافأة خلاص هنتكلم، طفل والله أخذ مكافأة، ده مش معناه إن كل لما يجي يعمل حاجة حلوة، لان هو كده ممكن يتعود انا هعمل كده هصلي علشان خاطر ايه اخد المكافأة دي. دي انا بتبقى كده حاجة مزروعة فيه من الأول، إن أنت بالظبط إن دي حاجة بيتعود لما يجي كويسة. يكبر بعد كده، لغاية لما يبقى شاب ساعتها هو خلاص هيفهم، حتى لو والده جه زعقله هو مش هيزعل منه زي ما يكون طفل، هو خلاص فهم ان ابوه مثلا ممكن يكون راجع من الشغل تعبان، عنده ضغوطات كتير في العمل، ساعتها مش هيكون في مشاكل أيوة ما خالص هو ده لما بالنسبة له، يكونوا هيقدر صحاب، ده ده لما يكونوا صحاب جدا، إن هو مصاحبه واخده جنبه جدا وبيحاول يحل له ويواجه أي مشاكله. مشكلة لابنه أيوة بصدر رحب بيحاول ان هو يحل ويتفهم له الأمر. مشاكله، بالظبط يقول له انت هتعمل كذا، طب بعد كده المره الجايه، فده ده الحل بتاعها. غير لما هو يكون دايما بيحاول ان هو يشد عليه بالظبط، ويزعق له ويضربه، ده بيأثر دايما في طبعا عليه عصبيه في نفسيا. البيت، بيأثر عليه نفسيا وممكن يخليه يبعد عنه ويكرهه جدا. ودايما بنشوف اكتر احيان ان الابن قريب من مامته لان هي احن عليه من باباه، وفي هو احيانا اسمحي بنلاقي انا برضو اعترض معاك في قد النقطه دي. يرجع هذا لا الامر النقطه احيانا دي، بنلاقي النقطه دي مهمه، احيانا يعني يرجع مثلا هذا مش الامر شرط. بسبب ان الاب طبعا ضغوطات الحياه طبعا وشغل وظروف وشغل على والكلام فكره ده ممكن كله. تكون البنت اصلا عند ابوها هي الاقرب ليه من امها، ايوه وده ماشي، شيء ما طبيعي يعني، انا بقول على حسب المعامله بين الاثنين عامله ازاي. هو ان هو دايما يعني اكتر الاحيان بتبقى الام اقرب، لان هي دايما بتبقى قاعده مع الابن وبتبقى بتتعامل معاه اكتر وبتبقى حنين عليه جدا. لكن ساعات بيحصل الاب العكس برضه، على حسب زي ما ساعات قلت الايه طريقه المعامله بين الاثنين عامله ازاي. طبعا. وطبعا الاب في مرحله الطفوله بالنسبه للطفل، الاب بيبقى مثلا راجع من الشغل لقى طفله مثلا عامل حاجه مش كويسه، فطبعا بيبقى الاب جاي متضايق او مضغوط، فبيقوم مزعل الابن. دايما الاب ما يحاولش يعمل الحته ديت، لان انت بتزرع فيه الحته ديت من هو صغير، فبالتالي لما يكبر هيبقى متعود على الحته دي. انت قصدك مثلا ان بالنسبه هو ما يزعقلوش، بس ده كان هو طفل، بالظبط، لما يبقى شاب خلاص هو لا ما هيقدر، هو طفل، لان بس مدى يكافئه، يجيب له مثلا شوكولاته، يجيب له اي حاجه
تنسيك كل الكلام ده، هو اصلا بالظبط. مجرد لما يشوف الحاجه دي هينسى كل حاجه. ما هو ده برضو ان هو انت لما تكون غلطان لازم تعتذر، حتى لو ده ابنك ما تتكبرش عليه، تقول لا ده ابني، ده ما هو هو المفروض الاعتذار ان هو ممكن يكون يعتذر لي. بشوكولاتة، هو اسف ايوه، ماشي، بس لان اهم لو ما حاجه عملتش الحاجه كده، الحلوه. انا لو ايوه ما احنا عملتش متعودين كده، على كده. نسبه التواصل ما بين الابن والاب لما يكون شاب طبعا هتبقى شبه منعدمه، لان انت زرعت فيه الخوف، مش هيتواجه وبالتالي ضعف مشاكله الثقة بالنفس بصدر وحاجات. رحم، مش هيجي يقول لك على المشكله بتاعتي، انا حصل معايا مشكله وانت بابايا، فانا مش هاجي اقول لك، لان انا عارف ان انت هتعاقبني مش هتحل لي المشكله بالظبط. بتاعتي، هروح اشوف حد تاني يحلها لي. وبالنسبة طبعا لمرحلة التربية، بعد مرحلة التربية الأهل بيقول لك أنا هدخل ابني مثلا المدرسة، أنا خلاص ضغوطات الحياة زادت عليا، فهيتعلم بقى هو في المدرسة يتعلمه. الأب في الحتة دي بيهتم بحتة الدراسة أكتر، اللي هو أنت خدت إيه النهاردة، عملت الواجب، ايوه، ما الكلام ده كله، بيبصش ان هو وما بيبصش لحتة اللي هي ايه اصدقاء مثلا. بالظبط. الاصدقاء انت ممكن يكون قصدك يهمل صاحب حياته الشخصية رفقاء مثلا السوء. مع ايوه، لازم اصدقائه. يكون قريب بالظبط، منه من حياته الشخصية يعني يكون مثلا يسأله لما يجي يرجع من المدرسة انت عملت ايه، ايه هي مصاحب مثلا مين. واجباتك، مصاحب مين، ده لان اهم حاجة طبعا، لان على رفقاء فكرة السوء بالظبط هو ممكن يكون ابن متربي كويس جدا، لكن اصدقاء السوء طبعا حتى في المدرسة يدمروه. ايوه، وممكن برضو العكس ان هو يكون في حد مش متربي كويس جدا، وممكن حد تاني ياخده للطريق الصح، ده بيكون راجع. خلينا بقى ايه، نروح للنقطة برضو السلبية. الإيجابية، ايوه، الإيجابية الإيجابية ان هو اهله، اهل الشخص التاني ده، عارفينه ان هو لازم يفيد اللي حواليه، لازم بالظبط، وده نتيجة الوعي الإيجابي بالنسبة ايوه، للأب ان التاني. هو انت لازم تفيد اللي حواليك بالظبط بالحاجة اللي انت عارفها. يعني مثلا انت، انا واحد مثلا فاشل، ما عنديش طموح، وانت واحد شاطر جدا وعندك طموح وعندك اهداف، فانت بتصاحبني وبتاخدني للطريق الصح، اللي هو انا هعلمك ازاي تذاكر، انا بالظبط هعلمك ازاي تعمل كده، هتطلع الاول معايا، وانت دايما هتكون ممتن ليا وهتكون فاكر لي الحاجه دي الجميل ده. بس طبعا في بعض الاباء يعني سواء حتى كان الاب او الام دايما بلاش تدي حاجتك لزمايلك، لا دي سندوتشاتك انت، لا دي حاجاتك انت، انا ما عنديش مشكله. بس في يعني في علم النفس عامه دي بتزرع جوه الطفل بالذات لما يكون في المدرسه اللي هو انا مش عايز ادي حاجتي لحد، بتعلمه الانانيه لكن بشكل غير مباشر. بالظبط، زراعة تمام، فيه من هو صغير. ممكن يستخدم الانانيه دي اصلا مع عيلته، لان انا برضو ساعات بيكون عادي طفل ولما يكبر صغير برضه هيبقى على نفس النظام، لان متربي من نفس التربية، عائلة مكونة من ما 5 أفراد، كل شاب على شيء أب شاب عليه. أب وأم وثلاث أطفال، نفس التربية، لكن ممكن تلاقي أخ منهم مش كويس مع باقي إخواته، إشمعنى؟ اتعلم حاجة من المدرسة، تقصير، حد أمه مثلا اهتمت بأخوه كبير في الحتة عنه، دي بقى ما نقدرش ان الكبير ساعات بيكون متدلع، ما مع نقدرش إن المفروض نلقي اللوم بالظبط، على العيلة والأب مع والأم. إن المفروض الكبير بيكون ليه دور كبير جدا وبيكون ليه كمان تأثير كبير، لأن هو عنده الضغط كل شوية، أنت الكبير، أنت الكبير. بالظبط، تمام. أيوة. وبرضو خلينا نروح لنقطة اللي هي التكنولوجيا، اللي هي السوشيال ميديا، إن هو دايما بيكون الشخص مدمن السوشيال ميديا. السوشيال ميديا عامة بتكون حاجة سلبية جدا أكتر الأحيان، إن هو الناس بتحاول إن هي تبقى حياتها كلها على السوشيال ميديا، مش إن هي بيعرضوا مش إن هما بيعرضوا أفكارهم. السوشيال ميديا دي عامة علشان إن أنا أعرض فكرتي وإنت تعرض فكرتك، ومن هنا يكون وقتنا انتهى. هو السوشيال ميديا طبعا كان ليها دور كبير جدا، ليها دور سلبي وايجابي، بالظبط، ومعظم حتى الشباب بيكونوا عارفين كده، ولازم ان احنا ناخد بالنا كويس من المخاطر السلبيه اللي بتؤدي للكلام ده ونستعملها استعمال صحيح يعني. وفي نهايه حلقتنا اعزائي المشاهدين نشكركم على حسن تعاونكم معنا، وان شاء الله نلقاكم في حلقه جديده. وحابين نوجه برضو رساله للاهل ورساله للشباب، حابين نقول للشباب ان هم يتعلموا بالحاجه اللي هم درسوها واستفادوا بيها، كمان نوجه رسالة للعائلة اللي هم لازم يصاحبوا ولادهم بشكل سليم، ما يخلوش أي حاجة تضعفهم علشان خاطر يكون عندهم ثقة كويسة بنفسهم. وبشكر زمايلي محمود عبد الرحمن، شكرا. وبشكركم أعزائي المشاهدين، شكرا لكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.